مساء الخير والصحة والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم دايما معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. بدعي لكم بالصحة وخصوصا في أول حلقتنا النهاردة. ربنا يبعد عننا يا رب كل الأمراض والأوبئة. فترة كورونا بجد لما الواحد بيرجع لها كده ويفتكرها أصعب فترة مرت علينا، مش احنا بس، على العالم كله كمان. مفيش عيلة عيلة حد فينا يعني ما فقدتش حد غالي عليها بسبب كورونا. ومن المؤسف ان حاليا ظهرت حالات للمتحور الجديد من كورونا اللي هو بيطلقوا عليه كورونا 5 جنيه او EG 5.2. لكن الحمد لله لغاية دلوقتي ألف حمد وشكر ليك يا رب ما فيش حالات خطرة سمعنا عنها، واللي بيصاب بيتعافى وبسرعة. النهاردة في حلقتنا هنتكلم أكتر عن المتحور الجديد ده علشان ما يبقاش فيه كتر كلام. إيه أعراضه؟ إزاي ممكن نحمي نفسنا منه؟ لأن طبعا كلنا بنسمع كلام يعني ما بنبقاش عارفين ده صح ولا غلط. وكمان هنعرف النهاردة إزاي ممكن نحمي نفسنا من أي فيروس إن كان. علشان كده النهاردة بجد منورنا دكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة. برحب بحضرتك معانا دكتور شريف. أهلاً بيك. وبعد الشر عن كل اللي بيسمعنا. وأول حاجة كده بتخطر في بالي، هو احنا كده علشان أغلبنا جاله كورونا قبل كده احنا عندنا مناعة منه ولا إيه؟ بص، هو المقدمة اللي حضرتك قلتيها دي هي فيها سر الموضوع. الحالة الهلع والذعر والقلق اللي جات لنا من الكوفيد 19 في أوله، من الكوفيد 19 في أوله، واللي تسببت في إصابات خطيرة جدا عند كتير من البيوت، واللي تسببت في فقد أشخاص غاليين علينا زي ما بنقول. صحيح. وحالة إن بقى الحظر والحبسة والكلام ده خلانا عندنا فوبيا وقلق وحالة خوف من أي فيروس يطلع جديد. صح. وبدأت منظمة الصحة العالمية دايما تقول لي بتصريحاتها ومترقبة، ودايما أجهزة الترصد ووحدات الترصد في كل المنظمات الصحية العالمية قاعدة مترقبة، فأي فيروس يطلع هيقول لك هوب ده أنا ده كورونا، الحق نفسك، خبي نفسك، اتعزل. بالظبط. بس أنا لو سألت حضرتك دلوقتي تقدري تعرفي كم حالة إنفلونزا بيحصلوا؟ ده ملايين ملايين. فاحنا بالتالي بقت وضع معتاد. احنا بقى عايزين نتعامل مع الكورونا زي الانفلونزا. يعتبر وضع معتاد. ده فيروس، الفيروس على فكره الكورونا مش جديد. هو بقاله مئات السنين موجود، ولكن حصل منه وباء. الفرق ما بين المرض اللي لسه جديد ومكتشف ومحدش عارف عنه حاجه، والوباء اللي موجود اصلا، ولكن حصل المرض الموجود اصلا بس حصل منه وباء، فرق كبير. ده فيروس كان موجود اسمه كورونا، بندرسه للطلبه في كليه الطب ومعروف وكل حاجه. فجاه لسبب ما حصل منه ظروف بيئيه، بقى ظروف معمليه لسه لحد دلوقتي ما عرفناش، محدش عارف، ظهرت منه حالات كتيره جدا. مشيت هذه الحالات في منحنى طبيعي جدا، اللي هو في الاول خالص بدايه عدد حالات كبير جدا، عدد وفيات رهيب، حالات اصابات خطيره جدا، دخول مستشفيات، دخول رعايه. ثم المنحنى اعتدل، عدد حالات متوسط، اصابات معقوله، الدنيا تمام. ثم انخفاض في عدد الحالات وعدد الوفيات، ثم تلاشت عدد الحالات وعدد الوفيات. ظهر منه، هل ممكن يظهر لنا متحور جديد؟ ظهر متحور جديد. وعلى فكره من بعد الكوفيد 19 ظهر 3-4 متحورات. ظهر البيتا والدلتا والاوميكرون. الاوميكرون اللي طلع منه مرتين، اوميكرون طلع منه حاجتين وبعدين دي الثالثه، وادي الاي جي 5. طيب هل ده معناه ان انا مش معنى منظمه الصحه العالميه بتعلن؟ ده دورها انها تعلن وتقول وهتلام لو ما قالتش. وزارة الصحة المصرية عندي ده دورها انها بتعلن وتقول، لازم علشان الناس تاخد حذرها، مش تقلق وتخاف. لان القلق والخوف في حد ذاته بيضعف المناعة. طبعا طبعا. لما تخاف لو هنفضل عندنا هس يعني كوفيد 19 هيحصل لنا ايه؟ هيحصل لنا بانيك، واللي مش عيان هيعيا. طيب انت دلوقتي بتخاف من انفلونزا؟ لا، مش زي عادي جدا. معلش انا مش هنزل النهارده، عندي دور برد. وبتقعد في البيت، بتاخد الادويه بتاعتك، تشرب ليمون، تريح في البيت شويه وبتنزل. هو ده دور الاوميكرون او دور الاي جي 5 او دور الكوفيد اللي بيجي العادي. صحيح. ما الحمد لله زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، ما فيش حالات خطيره منه، ما فيش حجز في مستشفيات. صحيح. ما فيش احتياج لرعايه. الا مين اللي انا خاف عليه؟ الفئه اللي احنا عارفينها دايما، كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه، أصحاب الأدوية اللي بتخفض من المناعة، والأطفال اللي عندهم سوء تغذية أو حالتهم جهاز المناعة عندهم مش قوي ضعيف، أخاف عليهم زي ما بخاف عليهم في أي حاجة. بس دول بخاف عليهم زيادة شوية، لأن الفيروس لازال برضو ليه أعراض مختلفة شوية بتاع، لازلنا بناخد احتياطاتنا اللي تأمننا. صحيح.
طيب ايه 5 جنيه بقى ده؟ ايه اي جي 5 الجديد المتحور ده؟ هل له سمات مختلفه عن الفيروس اللي قبل كده ولا اي حاجه؟ هو برضو فيروس الار ان اي اللي بيطلع من الكوفيد، وبيطلع فيروس عادي جدا بيصيب الجهاز التنفسي نتيجه الملامسه الاسطح الملوثه، نتيجه الرذاذ اللي بيطلع من انسان قدامي مصاب، نتيجه عدم النظافه طبعا، نظافه الايدي، كل دي حاجات زيها زي الكوفيد بالظبط، تيبيكال هو نفسه ولكن ابنه الصغير. يعني تقدر تسميها كده حاجه نوع منه، سلاله منه. الفيروس طبيعته وطبيعه دراسه الفيروس انها بتطلع منها سلالات، الفيروسات كده طبيعه حياتها زي ان البني ادم بيتكاثر وبيولد، وفي حيوانات تتكاثر وتولد، والتطور الطبيعي، التطور الطبيعي للفيروس غير البكتيريا. طيب التطور الطبيعي بتاعها ده بينشط ليه؟ بينشط لما يخش جسم الانسان. اوكي. طول ما هو بره ولا ليه اي لازمه، شويه ميه تعمل له كده بيروح. الفيروس اللي احنا بنتكلم عليه اللي قالب العالم ده حاجات ما لا ترى بالعين المجرده. صحيح. طول ما هي بره ما امسح بفوطه وامسح السطح، خلاص خلصت. دخل جوه جسم الانسان عاش حياته بقى، بقى كائن حي وتعايش وسبب اعراض وسبب ارتفاع درجه حراره احيانا، احتقان احيانا، ممكن نوبات ترجيع، ممكن حسب بقى ايه قدرة الإنسان وتحمله. لكنه فيروس عادي زي الإنفلونزا ما بتاع. على فكرة في ناس بيجي لها أدوار إنفلونزا بتخليهم يقعدوا أخطر، أخطر كمان وبتصيبهم بآلام أكتر. لكن يعني إي جي 5 ده إيه سماته؟ إيه اختلافه عن الأولاني؟ إزاي رصدوا إن في متحور جديد وما قالوش إن كورونا رجعت وخلاص؟ لا ما هو إحنا عندنا معامل بتفحص طبيعه الفيروس، هم اللي بيدوا المسميات. فالمعامل دي فحصت انه تركيبته مختلفه عن الكورونا الاساسي الرئيسي. انا اللي بيفرق معايا هنا ايه بقى؟ إيه بقى؟ اعراضه. تاثيره على الانسان ايه هو؟ طب هل فيها اي اعراض مختلفه عن الاولاني؟ بالعكس ده اهدى. الحمد لله، يعني الناس ما تقلقش منه خالص. شويه احتقان، شويه المناخير تسحب شويه، سايبه شويه، ارتفاع في درجه الحراره او لا. لا ممكن يجي بدون ارتفاع درجة حرارة؟ الأصل في الفيروس عدم ارتفاع درجة الحرارة، الأصل من الفيروس ده أنا فاكرة إن الفيروس هو اللي بيرفع اللي بيرفع درجة الحرارة البكتيريا. أوكي. لما يصاب ببكتيريا مصاحبة بالفيروس، علشان كده إحنا بنقول إنه طول ما أنت الدنيا هادية عندك ومفيش مشاكل من الفيروس ما تاخدش مضاد حيوي. إحنا بناخد إيه؟ بناخد مضادات هيستامين، وناخد حساسية بتاعت مضاد حساسية اللي هي اسمها علاج الأعراض. ما عندكش ارتفاع في درجة حرارة ولا بتكح كحة صعبة شوية ولا في ارتفاع في درجة الحرارة، ملوش مضاد حيوي علشان ما يبقاش استخدام عشوائي للمضادات الحيوية، ونبقى ساعتها بنساعد البكتيريا انها تقوي نفسها ضد المضاد الحيوي. صح. فخد المضاد الحيوي عند استشارة الطبيب. لا والله انا سامع صدرك بيخرخش. لا ده انت عندك التهاب في الحلق. لا ده الجيوب الانفيه ملتهبه جامد جدا ومصاحبه بارتفاع في درجه الحراره، خد بقى المضاد الحيوي تمام. لكن لو انا عمال على بطال باخد مضاد حيوي ولا هيبقى له لازمه بعد كده؟ مش هيبقى له لازمه لا ليا ولا لغيري، لان بتنمو سلالات من البكتيريا مضاده لهذا المضاد الحيوي. طيب اقدر اعرف ازاي ان انا مريضه كورونا بعد الشر؟ بعد الشر مش عندي انفلونزا عاديه ولا انا مش محتاجه اعرف؟ برافو عليك يا استاذه دينا، مش محتاجه اعرف، اعرف اللي هيفرق معايا في ايه. هو انا اصلا بعرف انا عندي سوري على مقاطعه حضرتك، المره اللي فاتت او المرات انا جات لي مرتين وفي المرتين جريت على المعمل وعملت تيست وتاكدت ان انا بوزيتيف. لكن وقتها كان منتشر في مصر وكان مره منهم حظر تجول والحاجات دي اسبوعين قفلنا فيه. فازاي يعني هل المره دي كمان اروح معمل واعمل تشيك، اعمل تحليل انا بوزيتيف ولا لا؟ هل انا محتاجه ده المره دي؟ طب انا عايز افاجئك بقى، انا ساعتها لما كانت الامور كده ده كان عشان بروتوكول من بروتوكولاتك انك تتاكد من التشخيص، لكن صح. انا رايي ساعتها كانش يفرق معانا نعرف. انت جالك الاعراض اعزل نفسك. أيوة. وخد الدواء، معنى انا ما كنتش بحب كلمه بروتوكول كدواء ثابت. لا كنت بقول دايما يا جماعه كل واحد ياخد الدواء حسب اعراضه. انا مش سخن وما عنديش كحه وما عنديش جيوب انفيه، اخد مضاد حيوي ليه؟ صح. فكنت ساعتها بقول لا مش كل ما تروح واخد الروشتة الكاملة، لا انا اخد اللي احتاجه منها. فعلا كان في 8-9 حاجات او ما اي دكتور يرزعوا الحاجات الروشت. ما طيب. احنا كنا خايفين. ما انا بقول لحضرتك بتعلمنا بقى بعد كده انه لا مش شرط خالص، ومش شرط حضرتك تعرفي نوعه. دلوقتي هيفيد بايه؟ اقول لحضرتك حاجه، الانفلونزا اللي بتحصل السنه دي غير اللي حصل السنه اللي فاتت، غير اللي بتحصل السنه الجايه. صح. كسلاله
يعني التطعيم اللي بديه الموسمي بتاع الانفلونزا بتاع السنه دي لو فاض من عندي مش هديه السنه الجايه، يطلع منها سلاله جديده تغير خالص. طب حضرتك بقى لما بيجي لك انفلونزا بعد الشهر بتروح للمعمل تقول له نوع الانفلونزا اللي عندي؟ لا طبعا ما بيحصلش. لا ده لو كده هعمل كده كل اسبوع بقى. كل اسبوع لا بالظبط. لا ده ممكن يكون انفلونزا، ممكن يكون من التكييف، ممكن يكون حساسيه، ممكن يكون اي شيء تاني، عدوى فيروسيه في الجو كده وجات لي وخلاص. فمش مضطر ان انا اعرف هو كوفيد ولا اوميكرون ولا هتفرق معاك ايه؟ انت اعراضك ايه؟ كل اللي هيفرق معاك انك يبقى عندك ذعر. بالظبط. والذعر ده بيقلل كمان مناعتك. المناعه. لكن اخد احتياطاتي، احنا لما يكون عندنا انفلونزا مش بتقول له لا مش عايز سلم من بعيد عشان انا عندي برد. هو ده المطلوب. معلش في البيت ما تقربش من الاولاد وتبصهم وتحضنهم. هو ده المطلوب. طب سؤال بقى دكتور شريف، يعني هو انا عشان اخذت قبل كده كوفيد وخدت التطعيم طبعا كويس طبعًا. حضرتك فكرتني خدت التطعيم وكل انا كده ابقى اقل عرضه؟ يعني هو الفيروس ده له فعلا مناعه؟ لان اللي عي قبل كده بيجي له تاني. طيب اللي اخذ تطعيم ياخد تطعيم تاني ولا يعمل ايه؟ ياخد تطعيم تاني زي انفلونزا، ده تطعيم موسمي بيتاخد. اللي جات له العدوى او خد التطعيم اقل عرضه للمضاعفات وليس للعدوى. يعني تجيله عدوى عادي ياخد الدور عادي زي اللي بياخد التطعيم الانفلونزا وبياخد انفلونزا. في ناس بتقول لك انا باخد انفلونزا في الشتاء دي خمس ست مرات سبع مرات. صح كلنا. مش معناها انه ما ي... انه لكن لو خد التطعيم تقل الفرق تقل العدد بس هتجيله برضه. هتجيله لان التطعيمات هي عباره عن وقايه وحمايه، اجراءات وقائيه احترازيه وليست علاجات. فهو اي حد جاله الكوفيد اتكون عنده اجسام مضاده، واي حد خد التطعيم اتكون عنده اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي هل تحميني من العدوى؟ لا. امال تقلل من ايه؟ تقلل من المضاعفات لما تجيلي العدوى. تحميك لا قدر الله من دخول مستشفى، تحميك من دخول رعايه، تخلي الاعراض اخف شويه. بسنت مشاهده كريمه دلوقتي كلمتنا على الكنترول روم بتقول اخذت نوع معين من التطعيمات، مش هقول اسمه لان طبعًا عندنا تطعيمات كتير، وجالها دور جامد جدا برضه. هل ده يبقى اكيد مش كورونا ولا ممكن يبقى كورونا؟ ويعني طب ليه جالها الدور جامد قوي كده؟ صح سؤال. هقول لحضرتك التطعيم عباره عن ايه. عن الفيروس نفسه وانا بهده ببطل المفعول بتاعه. فلو انت مناعتك ضعيفه قوي ومش بتتغذى كويس ومش مهتم بجهاز المناعه بتاعك وبتعمل الفحوصات وعايش حياه تخلي جهاز المناعه بتاعك كويس، التطعيم ده ممكن يخلي عندك اعراض شديده. يعني ممكن يا سلام. مش ياما ناس قالت لك انا خدت التطعيم بس وقت ما خدنا التطعيم جالنا شبه دور ثالث. اقول لحضرتك بقى انا شفت حالات كتير جدا قال لك انا شفت دور بعد ما خدت التطعيم فظيع. قال لي كنت خدت العدوى. قال كده ليه؟ لان هو مناعته ضعيفه والتطعيم عباره عن الفيروس وانا بعمله بيبقى خامل. بعمله تثبيط للدور بتاعه. فبالتالي هي ممكن المستمع الكريمه جهاز المناعه بتاعها ما استحملش التطعيم. وارد جدا التطعيم ما جابش نتيجه كويسه معاها وخدت الدور برضو. يعني كل شيء وارد. نفتكر حاجه ان التطعيمات كلها تحت الابحاث المعمليه وتحت صحيح. التجربه. صحيح. ده كلام حقيقي. طيب دلوقتي بقى احنا نحمي نفسنا ازاي من الفيروس؟ وانا عارفه حضرتك هترجع تقول لي تاني زي ما بتحمي نفسك من البرد ادوار البرد. لا بس عايزاك تديني خصوصيه شويه دكتور شريف للفيروس ده. حاضر. ان هل ده له متطلبات معينه من فيتامينات على طول، من ادويه مناعيه، حاجات زي كده محتاج استعداد؟ نمشي احنا داخلين على الشتاء بقى. نمشي من الابسط، غسيل الايدين باستمرار. الكحول ابسط بقى. انا دخلت شريف دخلت لقيت الكحول شغال بروش. قلت هنا بقى خلاص الحلقه دي فعلا عن الفيروس. بس احنا عملنا كده ابتداء من المره اللي فاتت. يعني من ثلاث سنين. ودي عاده ما بطلناهاش. الكحول وتنظيف الايدين والحاجات دي. طب انا بقول لك دي عاده كويسه ان احنا اكتسبناها، ولكن انا كل حاجه عندي فيها ولكن ولكن الزياده فيها برضه مش كويسه. ليه بقى؟ لانك انت كل شويه تنضف ايدك بالكحول، تنضف ايدك بالكحول، بعد شويه الفيروس ما تاثرش بالكحول. ها؟ اي حاجه زادت عن حدها هذا عنده مناعه من الكحول؟ بالظبط. لا 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 يا دكتور ما يجيلوش تاثير. ميه نار بقى فاضل ايه؟ ميه عاديه. انا بتكلم على الكحول. لكن ميه عاديه، اغسل ايدي بميه عاديه، انا بتكلم على نظافه الايد، الكحول عند الاضطرار في حاله توافر الميه. لكن يا استاذه دينا جنبك حوض هنا جنبك بتاع معاك ازازه ميه اغسل ايدي بالميه. اوكي. اسهل بكتير اهو، لكن ما تاثرش من الكحول علشان
مقاومه الفيروس، وعلشان الجلد عندي ما جالوش. انا اعرف اصدقاء كتير جدا جالهم حساسيه من الكحول في ايديهم. هو نشفان جلد واكزيما اكزيما عشان الافراط في استخدامه. صح. لكن شويه الميه هاديين جدا. طيب نظافه الاسطح مهم جدا قبل ما اقعد على المكان بمنديل وانظف. حلو الكلام. اداب العطس زي ما احنا عارفين خلاص عرفناها. العطس في الكم، العطس في الكم لما تعرف ان مكان فيه مصاب البس كمامه. لا، وحتى لو اعداد كبيره، لو اعداد مكان مزدحم، يعني مثلا الجامعه بتبدا خلاص، يعني خلاص فاضل لها حاجه بسيطه وتبدا، السكاشن بتبقى اعداد كبيره، المدارس لاولادنا، هل ننصحهم ان هم يرجعوا يلبسوا الكمامه ولا اخبارهم لو ايه؟ لو اماكن جيده التهويه لا خلاص. اوكي. مش هقدر، بص حضرتك مش هقدر يعني اقفل على الناس بموضوع الكمامه، لان انا اصلا كمان الكمامه بتكتم الجهاز التنفسي عند الاطفال كمان على فكره. انا كنت دايما بقول للاطفال يا جماعه يا الولاد اولادي اولاد غيري، لا ما تحطش الكمامه كده على طول، طفل صغير يا حبيبي محتاج ياخد الاكسجين يخش ويطلع. طبعا طبعا. يعني لا قدر الله بعد الشر، يعني حد ممكن من الاطفال مع الضغط المدرسة والرايح والجاي يتعب من نفسه، يتعب يتخنق من الكمامة. فلا، احنا بنقول الكمامة، احنا الفترة اللي عشناها ساعة الكوفيد الأولانية خالص فترة ذات طابع خاص مختلف محليا وعالميا. يعني لو تبص لأمريكا دلوقتي، لا قال لك الكمامة مش مهم في الأماكن العامة وفي السوبر ماركت عادي وبتاع. خلاص عرفوا، درسوا وعرفوا انه الفترة دي كانت وباء ان شاء الله. لكن المرة دي ذروة الوباء بالظبط، المرة دي فيروس عادي، فيروس عادي، ما تقلقش نفسك منه. طب يعني معنى كده دكتور شريف، طبعا الأعمار بيد الله سبحانه، لكن معنى كده اننا مش هنشوف حالات وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد ان شاء الله؟ ما يبقاش موجود بإذن الله، وان لا قدر الله وجد في الفئة اللي قلت لحضرتك عليها. يعني الجهاز التنفسي السليم، الرئتين الكويسين، بس نبطل العادات اللي ممكن تضعف من الرئه. من فضلك التدخين بلاش. صحيح. من فضلك الوجود في اماكن مزدحمه واماكن فيها تدخين ومكتومه. بنأكد في دخول فصل الخريف والشتاء على التهويه الجيده للاماكن. التعليمات كلها بسيطه وسهله، بقول لك اغسل ايدك، التهويه الجيده، نظافه الاسطح، المناعه. المناعه بتاعتك نعمل لها ايه بقى؟ نعمل لها ايه المناعه؟ المناعه تعتمد على نمط الحياه. نمط حياتك يكون تغذية صحية سليمة، تمشية اللي هي ممارسة الرياضة، أنا بقول دايما امشي امشي، امشي بس اتحرك، امشي بس اتحرك، والكشف الدوري على الجسم بشكل عام، والبعد عن التوتر. يعمليها لي بقى دي، بعد عن التوتر والضغط النفسي. دي اشوف بقى كل اللي قلته قبل كده يا دكتور شريف ممكن يتعمل ايه ده؟ الضغط قدر الإمكان، معلش ما احطش نفسي في ضغط. انا في حضرتك عندنا الطلبه يقول لك انا ما بتعبش ولا صدع على ايام الامتحانات، صداع وخمول وترجيع وحاله قال لك جهاز المناعه بتاعي بيقع. ايوه، عشان الضغط العصبي. صح. فانت انا يعني بقول المواطن ما تقلقش، ما تحطش نفسك في ضغط عصبي انت وبيتك، وتبداوا بقى الكمامات وانزلوا واعملوا، لا بالراحه خالص، دور برد. لو جه لحد وجه الناس كتير اللي من دول على فكره. صح. دور عادي جدا. بياخد وقت ويروح، وبعدين احنا بقينا ده حصل في 51 دوله. والمطارات مفتوحه وكله مفتوح والناس رايحه جايه، ايه المشكله ان يجي لنا ناس ويجيبوا العدوى معاهم يعني؟ بس طيب دلوقتي بقى لو بدات احس بخنفره بقى في مناخيري وحشرجه في زوري وكحكح شويه كده، عارف دخلت البرد العادي. ايوه. قول لي كده دكتور اعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه، اولا الراحه. معلش اعزل نفسي سنه كده، الراحه يومين في لو خدت اجازه من الشغل مفيش مشكله. راحه منزليه. نمره اثنين مضادات الهستامين المضاد الحساسيه، لان لازم تتكتب لكل الناس. اوكي. نمره ثلاثه المشروبات الدافيه. وعلى راسها المشروبات عموما بشكل عام، المي البرتقال والليمون. اوكي. فيتامين سي يعني. فيتامين سي، مش قادر ان انا اخده في صوره عصير، اجيب القراص فيتامين سي برضه. طيب الاكسار من شرب الميه، ما عندكيش فكره ده سحر شرب الميه ده. لو رحت لاي طبيب في اي تخصص هيقول لك اشرب ميه كتير. صح. احنا عندنا تقصير في حقنا، في حق نفسنا في شرب الميه ده حقيقي. في حد بيشرب لما يعطش؟ طبعا. ايه رايك بقى ان العطش اولى درجات الجفاف؟ طبعا. ده يعني اللي هو الالارم الجامد جدا، ان انت جسمك بيتهاون. ليه سايب نفسك لما تعطش؟ انت بتحتاج من جسمك لكل 25 كيلو لتر ميه في اليوم. شوف وزنك قد ايه واحسبها وخد زي ما انت عايز ميه. اوكي. راحه، مضاد هيستامين، خضروات وفواكه على قد ما تقدر، مشروبات دافيه،
وراحه في البيت وخلاص. اسبرينتين ممكن؟ ماشي اه طبعا، ما احنا بنقول معالجه الاعراض هو المسكنات البسيطه اللي هي ليها نوع باراسيتامول. باراسيتامول اه مش محتاج ان انا اعلى اكتر. المضاد الحيوي زي ما حضرتك قلت لي في البدايه، لا مش محتاجه خالص. أوكي. بل بالعكس، خلي جسمك ينشف ومناعته هي اللي تقوى على مقاومه الفيروس، لكن مضاد حيوي انت مش محتاجه، بل بتقوي البكتيريا على مقاومه المضاد الحيوي. جميل. دكتور شريف انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتمنى لك السلامه وبتمنى لكل الناس السلامه. وطبعا يعني اعتقد ان الدكتور شريف حتى النهارده ادانا روشته كامله متكامله، لو حد عنده حتى شك ان هو عيان دونت بانيك، لا تتوتروا على الاطلاق، دور برد وهيعدي عادي جدا، الموضوع ما بقاش وباء زي البدايه او زي ذروته زي ما دكتور شريف قال، وناخد الموضوع كده ببساطه علشان ما نوطيش من مناعتنا او ما نخفضش من مناعتنا. بشكر مع حضراتكم دكتور شريف حتى استشاري الطب الوقائي والصحه العامه، شكرا جزيلا، نورتنا النهارده في ست الستات. اشكرك على اهتمامك بالموضوع بجد يعني. اشكرك يا دكتور، اشكرك. لسه مكملين، كورونا لها ابعاد كتير، طب ناكل ايه؟ نشرب ايه؟ كل ده هنتكلم فيه الفقره الجايه في ست الستات، خليكم معانا.